أهلا بكم. أكيد كلنا متفقين إن روح التحدي دايما بتكون دافع للتعلم والتقدم، عشان كده من أنسب طرق تعلم مجال الأمن السيبراني هو الـ CTF. ومع بداية موسم الصيف والأجازات فكرنا إننا نقدم حاجة تساعد الشابات والشباب اللي حابين إن هم يبتدوا يتعلموا الأمن السيبراني، أو حتى اللي ابتدوا وبيكملوا المشوار. هتبقى مجموعة من الحلقات اللي بتوضح يعني إيه CTF، بتلعب إزاي، وكمان انواع السي تي افس المختلفه والتخصصات المختلفه فيه. ايه هو سي تي اف وبنتعامل فيه ازاي وهنتعلم منه ايه؟ ده هيكون محور الفيديو بتاعنا النهارده، عشان من الفيديوهات اللاحقه هنبتدي نشتغل عملي مع بعض. خلينا نبتدي الاول بالسؤال، يعني ايه سي تي اف؟ سي تي اف هي اختصار كلمه كابتشر ذا فلاج. القصه ببساطه بتكون عباره عن مسابقه بين مجموعه من الناس، واللي يعرف يوصل للنتيجه الاول بيبقى هو اللي أخذ العلم اللي هو الفلاج. في أنواع مختلفة من مسابقات الـ CTF، بعضها بيتلعب بفرق أحياناً أو بيبقى بشكل فردي. في منها مثلاً اللي بنسميه Attack and Defense، وده بيكون كل فريق مسيطر على شيء. في حالة السايبر سيكيورتي CTF بيكون كل فريق عنده مجموعة من الكمبيوترات وبيحاول يحميها من الاختراق، وكمان بيحاول يهاجم كمبيوترات الفرق الأخرى. في حاجة تانية بنسميها King of the Hill، ودي بيكون كل الفرق بيحاولوا يتنافسوا على كمبيوتر واحد ونشوف مين أكتر فريق قدر يسيطر عليه أطول وقت. وفي النوع الشائع والأكثر انتشارا اللي هو بيكون عبارة عن ألغاز، كل لغز بيحتوي على فلاج أو كلمة سر، اللي بيعرف يوصل لها يبقى عارف يحل اللغز وياخد النقط بتاعة اللغز ده، اللي احنا عندنا بنسميها تحدي أو تشالنج. الفلاج بياخد أشكال مختلفة على حسب التحدي وعلى حسب المسابقة، لكن في المعظم بيكون الفلاج عبارة عن كلمة فلاج بين الأقواس المجعدة دي curly braces، بيكون جواه كلام بأشكال مختلفة، وأحيانا بيكون عبارة عن قيمة هاش فاليو مثلا. في العموم دايما المسابقة أو التحدي بيحدد شكل الفلاج بيكون إيه، واللي بنسميها الفلاج فورمات. ميزة الـ CTF إنها بتقدم لنا البيئة الآمنة المناسبة اللي نقدر إننا نمارس فيها مهارات الأمن السيبراني اللي إحنا بنتعلمها بطريقة عملية بدون ما نضر أو نتعدى على أجهزة أو معلومات الآخرين. الـ CTF بتمرنا على مهارات الأمن السيبراني الأساسية زي الويب سيكيورتي، أمن المواقع الإلكترونية، عشان نطمن إن المواقع بتاعتنا آمنة وغير قابلة للاختراق، أو نعرف إزاي ممكن المخترق يضر الموقع الإلكتروني بتاعنا. كمان عندنا أمن الشبكات Network Security اللي بنهتم فيها بأننا إزاي نستخدم تقنيات تساعد على حماية الشبكات بتاعتنا، أو أننا نحاول نتعرف على البيانات الضارة اللي بيرسلها المخترقين عبر الشبكات. كمان عندنا علوم التشفير Cryptography، إزاي نستخدم طرق التشفير المختلفة والتعامل معاها عشان تبقى معلوماتنا آمنة. من المجالات المهمة جدا مجال الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الخبيثة Malware Analysis and Reverse Engineering، اللي بنحاول نعرف فيه الثغرات اللي موجودة في البرامج بتاعتنا عشان نطمن إنها غير قابلة للاختراق. في مجالات تانية كتير زي الاستخبارات مفتوحة المصدر، مهارات اللينكس، واختراق الهواتف المحمولة، وحاجات تانية كتير. هنلاقي لمعظم المجالات دي قوائم تشغيل في القناة تقدروا توصلوا لها لو حابين تتعلموا وتمارسوا تخصص معين من التخصصات دي. وكل قائمة تشغيل بتكون دايما بادية بشرح مختصر للأساس النظري للموضوع، وبعد كده حل CTFs مرتبطة بنفس الموضوع. في مواقع كتير جدا ممكن نمارس عليها مهارات الأمن السيبراني، بعضها للمستخدم المتقدم المستوى وبعضها للدارس المبتدئ أو متوسط المستوى. من المواقع دي مثلا في عندنا Over the Wire اللي قدمنا منه مجموعة حلقات باندت اللي كانت خاصة باللينكس، وفي كمان مواقع عربية زي سايبر تالنتس، سايبر ديفندرز، وفي حاجات زي نايت سكواد، تراي هاك مي، بيكو سي تي اف، وحاجات تانية كتير. كل المواقع دي هيبقى فيها المهارات المختلفة للأمن السيبراني اللي ذكرناها قبل كده، وكمان كتير منهم بيعمل مسابقات سي تي اف ممكن تشاركوا فيها انتم وزمايلكم، ووارد انكم تكسبوا الجوائز بتاعتها. كمان هنلاقي جوه بعض المواقع دي زي سايبر تالنتس مثلا او تراي هاك مي بيكون في مسارات تدريبية، بعضها مدفوع الأجر طبعا وده حقهم، لكن كتير جدا منهم بيكون مجاني تقدروا تستفيدوا منه بسهولة.
أتمنى المجموعة دي تكون مفيدة ليكم وتاخد بإيديكم للأمام في مجال الأمن السيبراني. اتكلمنا كتير، بس من الفيديو القادم هيكون عندنا حل ومش هنضيع وقت في الكلام.